الذكريات الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. الذكريات برنامج يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الرسالة الفضائية المستقلة، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية وأنتم تتابعون برامجنا في الإذاعة والتلفزيون. في هذه الحلقة من برنامج اتجاهات أحاول أجاوب على سؤال سألني ليه واحد من الزملاء الخلص، وأعتقد أنه ممكن يصلح إجابة على كثير من تساؤلات المشاهد الكريم فيما يتعلق بالأسطوانة الجديدة الموجودة اليوم على الإسفير الإلكتروني وفي مجالس الإريتريين همسا وجهرة، أنه مجموعة أسمرة الاحتلالية، نحن بنسميها هكذا، فاكة كده دعاية إنه في إصلاحات وفي بشريات وجنة موعودة والناس تكتب ويتحدثون هنا وهناك. هذه الأسطوانة جاءت بعد الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، وفي نفس الوقت في أحداث السودان، ولكن عموما هي نغمة جديدة موجودة لدى كثير من الإريتريين، أنه هل صحيح أنه الهجدف الحاكم في أسمرة بصدد إجراء إصلاحات جذرية وهكذا، أو هم بيطلقوا عبر سفاراتهم أنه هنالك مستقبل جديد، وواحدين كمان مشوا أكثر وقالوا سيكون في اجتماع مشترك للمؤيدين والمعارضين. ودائما طبعا الشعب الإريتري كل فترة لو لاحظنا بيدخل في مرحلة أو أسطوانات جديدة كده أو حديث كده يفكوه على الإسفير والناس تلوك وتتحدث عنه كده. فسألني واحد من الأصدقاء الخلص، وأنا أتحفظ على ذكر اسمي، وهو رجل محترم وبيحبه بنحبه ويحبنا ويحترمنا ونحترمه ولأنه برضو كنا في فترة من الفترات مع بعض في البلد هناك، فالناس اللي كنا هناك في واحدين يختصون بأسئلة واستفسارات معينة، لأنه فقط نحن بنعرف المجموعة عشان احتكينا بهم فقام سأل واحد من الأصدقاء، وكتار بيسألوني قريب وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، فبيسألوه يقولوا له يا أخي صحيح إنه الحكومة عاملة حتى تعمل وتجري إصلاحات وحيكون في حريات وحيكون في عفو عام والناس ممكن تدخل وتطلع وكده؟ طبعا المسألة لو جينا نشوفها في إطار الدولة مسألة بتحتاج إلى أكثر من وقفة. ف بناء على سؤال الأخ العزيز سألوه، فقام سألني قال يا أخ شريف، يا أخي المسألة الحاجات اللي قاعد يقولوها دي وإصلاحات وعفو وكده بتاع وحيكون في مستقبل جديد وكده، رأيك شنو في المسألة دي وكده؟ قال فأنا تبينت أول في البداية، قلت له أنت بتسأل ولا ناس بيسألوك؟ قال لي والله بيسألوني على أساس نحن كنا هناك ونعرف البلد وكده. فرديت عليه الرد اللي حتحدث عنه بعد شوية. فمن خلال سؤال أخونا العزيز طرأت عليه فكرة، اللي هي فكرة هذا البرنامج. قلت يا أخي هذا السؤال موجود لدى كثير من المشاهد الكريم، واحدين يجهروا به واحدين في سرهم، واحدين برضو يحدثوا نفسهم، واحدين برضو بيقى حديث الساعة والمجالس فقلت يا أخي عشان نبين شيء وفق قناعاتنا ما نطلع ونقول حاجة على الرئيسات، لأنه دائما
حديث الناس المفروض الناس تتابعه وتعلق عليه. فنجي الآن إلى المشهد العام الموجود اليوم أو الأسطوانة الجديدة الموجودة، وفي ناس يبشرون بالجنة القادمة المختفية عن كثير من أعين الناس، وكتار يبشر بها والقادم أجمل، ويعني أصدقائنا وأحبابنا يعني كثير من الناس اللي بنعمل معاهم ولنا صحبة وعشرة، وهم طبعا بيظهروا جزء منهم يظهر هذه الأيام أنه مراجعات في 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 قناعات، والناس أحرار طبعا كيف تتبنى تلك القناعات. لكن عموما بشكل عام أنه في موجة جديدة اليوم، أنه القادم أجمل وإصلاحات هنا وهناك. فأنا أقول عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة، أولا أنا لا أقول أنه المجموعة دي، يعني أنا ما بقول أنه مستحيل تعمل إصلاحات، لأنه أي نظام إذا وصل مرحلة يعني خلاص السقف اللي هناي من عربته من سياساته وكده بتاع فقد يهتدي ويرجع في يوم من الأيام. فأنا ما بقول أنه ليس هنالك رأي قطعي أنه ممكن النازل أبدا ما بيعمل، لكن هو المراجعات والإصلاحات. لكن خلينا نحن نخط المسألة في صياغة تاريخي وفي الصياغة الموضوعي والذاتي، بمعنى الذاتي لكل مشاهد بعدين يقيس على نفسه. لكن نحن الآن نتحدث عن منظومة بتاعت مجموعة استبدادية ديكتاتورية شوفينية، كل هنا نحن أنا لخصت غايته وقلت هذه مجموعة استعمارية ودي قناعتي. فعشان نتحدث عن هؤلاء نحن لابد نأخذهم في صياغهم التاريخ. يعني مثلا لو كان النازل لسه الناس ما جربتهم سنتين ثلاثة أربعة ممكن يعني، لكن 30 سنة الناس جربوهم في الحكم. وهذه المجموعة أنا شخصيا نتيجة للتسلسل التاريخي أو المحطات التاريخية الكثيرة لما نجمعها كده نشوف هي غير أنها تتمادى في غيها ومزيد من القهر والإذلال والاستعمار لا تعمل غير ذلك. فالثلاثين سنة المرت بها إريتريا حروب ولا حرب ولا سلم وتراجع في الاقتصاد وتراجع في كل شيء يؤكد لنا أنه هذه المجموعة أدمنت هذه السياسة وهذا القهر بالنسبة للشعب. فهل يستحيل أنه تعمل؟ أنا بقول أنه تجربة 30 سنة والأحداث التي تمر بها اليوم سواء كان السودان أو إثيوبيا صحيح وإن كانت مختلفة إلى حد ما، لكن ليست حاجة جديدة عشان نبني عليها ونقول أنه نتيجة للتطورات اللي شهدتها المنطقة، يعني البلد في حالة بتاعت أنه هي ملزمة ومجبرة أن تحدث المجموعة الحاكمة. بمعنى الأحداث في السودان ليست جديدة، الأحداث في إثيوبيا ليست جديدة وإن كانت أخذت أشكال مختلفة. انعكاس تلك الأحداث على الوضع في إريتريا ما هو ذلك الشيء الجديد الذي يترك الحكومة أو المجموعة الحاكمة المتسلطة الدكتاتورية تجبر على أن تعمل إصلاح أو مراجعات؟ لو عملتهم مش مشكلة، لكن بأخذ المسائل الإقليمية والدولية كذلك في الاعتبار ما في حاجة جديدة، غير أنه ربما إذا كان الملل يعني وخلاص زيجوا وقالوا بعد كده نجرب حاجة جديدة هذا الشيء في علم الغيب. لكن كل الأحداث التي شهدتها إريتريا وإثيوبيا والسودان يعني ما حاجة جديدة تجبر هذه المجموعة للإقدام على هكذا إصلاحات مجبرة عليها يعني. بل بالعكس هناك من يرى يعني أنه المجموعة مجبرة اليوم عشان تعمل الإصلاحات وكذا لأنها في حالة بتاع ضعف. أنا في تقديري هي في أقوى مرحلة من مراحل التمكن والهيمنة والاستبداد ومزيد من قهر هذا الشعب، فما الذي يجبرها اليوم عشان ما تعمل تلك الإصلاحات؟ هذه المجموعة مرت بها حالات بتاعت وهن وضعف كان ممكن تمشي في مهب الريح يعني.
وإلى مذبلة التاريخ، ولكن كلها تخطط يعني. فاليوم هي في بسط من القوة، وخاصة أنها كسبت مجموعة كبيرة من الشعب الإريتري الذي كان يقف في يوم يعني قبل فترة قريبة كان يقف في جبهة الدفاع وجبهة المقاومة والمعارضة وما إلى ذلك، فكسبت. فما الذي يدفعها الآن لإجراء إصلاحات؟ من أجل ماذا؟ وحتى الدغدغة بتاعت الخارج والسيناريوهات وما إلى ذلك، هذه مسائل كلها تروج لها الوكالة المراسلين المتبرعين وينشروا هنا وهناك، ومعروف أنه الإعلام غير المسؤول والإعلام الحرام كيف يعمل في هذه المنظومة. أنا في تقديري ما في حاجة تستدعي هذه المجموعة عفواً أنه تجبرها عشان ما تعمل تلك الإصلاحات. طيب، سؤال واحد يقول لا، ما هي خلاص دارت أشوف مصلحة الشعب، والشعب ده عشان يرتاح وإريتريا تصل إلى يعني تعود إلى رشدها، إلى رشدها في العمل والنماء وكده وخلاص، والمسألة ربما اهتدت المجموعة أنه الشعب ده يرتاح. أنا في تقديري هذه المجموعة يعني ليس في قاموسة أبداً أنه هذا الشعب يقعد ويرتاح وإريتريا تشوف مستقبله وكذا. كل ما يهمها المجموعة هي حفنة وزمرة مصالحها، ومصالحها موجودة وعلى أشدها اليوم يعني. وبالتالي حكاية أنه دار تريح الشعب وكذا، أنا في تقديري لمن يفهم هذه المجموعة، هذه بالذات المجموعة المتسلطة والحاكمة، إذا حدث غير ذلك في المنظومة يعني ممكن كل شيء وارد، لكن بوجود رأس المجموعة والحفن القليل العسكريين وغير العسكريين المستفيدين، العسكريين لما نقول الرتبة العالية وليس قوات الدفاع الإريترية كلها، نحن نراهن على قوات الدفاع الإريترية، هنالك أبطال وهنالك هناك يعني مجموعة في يوم من الأيام ستهب وتستلم زمام الأمر ما في شك، لكن القيادات العليا الفوق الموجودة 4-5-1 برأس المجموعة الفرعون، هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وبالتالي يعني آخر ما يفكروا فيه في راحة هذا الشعب وفي استقرار البلد وتنميته. إذا كان هنالك رغبة حقيقية للعودة بإريتريا إلى المصاف الصحيح، هنالك جملة من الأشياء ينبغي أن تتوفر وتنفذ على أرض الواقع لهذه المجموعة. ما هي هذه الخطوات؟ سأتحدث عنها بعد فاصل قصير، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. إذا كان استمعتم إلى الفاصل أوكي، وإذا كان أخونا المنتج ما دخل الفاصل هو أخونا عوت يعني مستمر الحديث. أنا في تصوري المسألة مش إنه عودة الناس ويدخل هذا وذاك، مسألة هنالك جملة من المسائل الأساسية ينبغي أن يشاهدها الناس وليس يسمعوا إليها أو يتحدث بها، يشاهدوها على أرض الواقع. وقبل ذلك هذه النقاط أنا سأذكرها 1-2-3. المسألة مسألة نحن نتحدث عن وطن وعن شعب، مش حكاية إنه فلان يخذ له شنطته ويمشي البلد ويزور أسمرة ومصوع وده كم حري وكرن وأوردات ونقفة كده ويرجعوا كده. ما هو في ناس قاعد يمشوا يعني، في ناس الآن بيمشوا وفي ناس قاعد يأخذوا أراضي وفي ناس قاعد يستمتعوا بالجو الجميل وكده، في أجانب ومواطنين يعني، فعمره ما تقفل الحدود يعني. الشعبية أو الهجدف، عفوا لكلمة الشعبية، لكن الهجدف أصلا عمره ما قفلت، هي فاتح الباب للذين يخرجون بشكل مدروس وقايمين به وهم ذاتهم، وفي نفس الوقت بيحزم حقيبته ويجيهم بفلوسه بتاعه ويفرفش هنا ويرقص هناك ويغني هناك وبتاعه ويرجع تاني ما عندهم مشكلة، لكنه ما فاتحين ذاته أصلا عشان الناس تخرج. الناس الدار ترجع تجي ترفيه كده شهر شهرين كده وتقعد، بعدين تقعد لنا تنظر لنا في السفير الإلكتروني والبلد بخير واستقرار وهكذا يعني. فعمر الباب اصلا ما مقفول. ليه؟ لمين؟ للناس اللي ما عندهم قضيه بالهم
الوطني والاتجاه ماشي وين، كل ما يهمه انه يمشي البلد ويقعد شويه كده بتاع وهكذا، ده ما مكفول اصلا يعني. لكن في الحديث نحن نتحدث عن منظومه بتاعت مجموعه حاكمه متسلطه تحكم شعب وبلد. فالعوده الحقيقيه والناس المفروض تشوفه على ارض الواقع، اولا في جمله من المسائل، رقم واحد، اولا لابد ان يسمع الشعب ويشاهد انه الكم الهائل المعتقل في السجون بلا محاكمه وبلا ادنى اتهام وبدون اي هنايه، يعني ما ذاته غير انه قهر وتسلط واذلال وممارسه ما يمارسه المحتل المستعمر، شيل الناس ودخلها في السجون. لحد الليله في ناس 30 سنه ما عارفين اهلهم وين. اطلق سراح السجناء، اول ده شرط واحد، اطلق سراح السجناء من بقي منهم على قيد الحياه. طبعا كميه منهم، وانا دائما بقول المعتقل في اريتريا ينبغي ان يصنف ويوضع في قائمه الشهداء، ودي واحدة من الألاعيب اللي بتعمل المجموعة، معتقلين وحنديكم وحيطلعوا في يوم من الأيام يشوفوا حريتهم. فهذا مبدأ رقم واحد، رقم واحد عزيزي المشاهد. رقم اثنين، يعني نقول يطلق سراح المعتقلين كلهم، سراح المعتقلين سواء كان المتهمين سياسيا ولا أمنيا ولا أي حاجة، وفي ناس ما عندهم أي تهمة بس دخلوهم كده ساكت، والله في ناس ذاته اللي دخلوهم ما عارفين لهم ذاته، حتى لو سئل بقدرة قادر واحد قال له يا أخي أنت عارف فلان ده دخلته سنة كم؟ ما قانون طبعا، القبض والسجن في الدول الثانية بتم وفق أشياء معروفة، يعني لا يمكن أن تأخذ ليك زول إلا بأمر قضائي، وبعدين لما تاخده مكانه معروف وثم ترفع عليه التهم ويرافع واستئناف وهكذا، وتلت توقت جلسة وينطغى عليه بالحكم واستئناف وغير ذلك، ده كله ما موجود. وبعد ما يحكم عليه الناس تزوره، يا أخي في الاستعمار الإثيوبي البغيض الناس كانت تزور أهلها، وأدبنا أدب الاستعمار ده كله موجود، أغاني وأشعار وأهازيج، والناس تمشي تزور السجون وتطلع وهكذا، والناس عارفينها. إلا في هذا الاحتلال، إلا في هذا الاحتلال البغيض اللي ما تعرف، يعني مجرد سؤالك عن سجينك، أبوك أمك أخوك زوجتك أختك بنتك تبقى جريمة بحد ذاتها. بل وصل الأمر إنه فلان طلع وفلان قاعد يتكلم برا، دخل ولده ودخل أخوه ودخل أمه بتاعه، دي الاستعمار ما عمل ذاته، بدليل أنه يعني كل القادة العسكريين في فترة الكفاح المسلح بكل فصائله من جبهة التحرير إلى الجبهة الشعبية، كلما أهاليهم كانوا في الداخل معظمهم، يعني لم نشهد القائد فلان أبوه اعتقلته إثيوبيا لأنه هو في الميدان. وحدث ولا حرج عزيزي المشاهد، إلا في هذه المجموعة العصبة أولي اللعنة. وبالتالي أول شيء إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الموجودين من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والأخوات والطلاب والتجار وما إلى ذلك، ده غير الذين ابتلعتهم القبور في يوم من الأيام داخل السجون وداخل الكونتينرات وتحت الأرض وفي الأنفاق، الذين ابتلعتهم الأرض. وفي ناس يعني ما يعني والله نقترب أن نقول مثل بهم، يعني حسب المعلومات اللي بنسمعها من هنا وهناك، حاجة بتاعت حقد وانتقام، يعني من ناس اختلفوا معك في أي شيء من الأشياء، وفي ناس ما اختلفوا معك ولا عندهم علاقة ذاته بالسياسة ولا هم يحسن. فالشرط الأول أن يشاهد الناس إصلاحات، أطلق سراح المعتقلين الذي عندك في سجونك البتفوق عدد المدارس، سيب الجامعات دي ما موجودة، عدد المدارس في إريتريا كلها، السجون اللي يعرفها الناس والما يعرفها الناس والله لا نبالغ إذا ما قلنا قد تكون أكبر، لأنه في كل بين كل باب وباب وفي كل حارة هناك سجون من العاصمة إلى آخر قرية في إريتريا.
فأطلق سراح السجناء. عشان لأنه المسألة مش إنه بعدين المسألة ذاته بتاع البالونات السخيفة الموجودة المشروخة دي اللي بترفع اليوم يعني فيها قدر من السخف ذاته، أنا حاشر لها بعدين، تنوم على أنه ذاته يعني في مش في غباء، مش غباء، لكن هو مزيد من الإذلال والقهر لهذا الشعب، وأنا حرجع عليها بعدين. نمرة اثنين، بعد إطلاق السجناء، نمرة اثنين أعلن وفق بيان رسمي إنه رجع القضاء المستقل ده رجعه، وفعلا مع إطلاق السجناء حيطلق برضو القانونيين. أعلن على أنه السلطات هي سلطات حرة، القضائية والتنفيذية والتشريعية، خلي القضاء قضاء مستقل ويأخذ شكله الحقيقي من الحرية ومن المسؤولية القانونية. نمرة ثلاثة، يعني أطلق حرية الرأي والتعبير، بمعنى يعني خلي هناك صحافة حرة مستقلة. يعني طبعاً نحن الآن ونحن نتحدث لما نخط مجموعة الهكدف دي في هناي كأنه قاعد نتكلم عن أشياء مستحيلة لأنه هي ما بتعملها. فأطلق حرية الرأي والتعبير. وأنا هنا بذكر المجموعة الحاكمة، يا أخي نفذوا لنا بس ما خرج به المؤتمر التنظيمي الثالث للجبهة الشعبية 94 في نقفة، فيه كمية من الأشياء، دولة المؤسسات والديمقراطية والأحزاب وكل شيء منصوص عليه ده في الميثاق الوطني أو ما خرج به المؤتمر الثالث التنظيمي للجبهة الشعبية. يا أخي نفذوا لنا الحاجات دي كده، ممكن أنت تقول إنه يا جماعة في إصلاح. أسمح كذلك لكل حزب موجود في الخارج أياً كان هذا الحزب، إن شاء الله 300 حزب، أياً كان هذا الحزب، خليهم يرجعوا ويمارسوا الحرية، حرية الأحزاب والرأي، حتى بالقيود التي وضعتها في مخرجات المؤتمر التنظيم الثالث في نقفة، إنه التنظيم لازم يكون عنده كذا ومن 4 أقاليم، ولازم يكون عنده كذا وتمويل داخلي وتبرعات، وتمويله كمان من الحكومة ذاتها وبس تبرعات فقط، ولا بكل هذه القيود أسمح للأحزاب أن تعود وتمارس حقها الطبيعي في التنافس. في نفس الوقت رقم 5، أسمح بعودة اللاجئين الإرتريين الموجودين سواء في السودان، في إثيوبيا وفي اليمن، بس الثلاثة دول دي أسمح لهم يرجعوا ويمارسوا. طبعاً نحن هسي الآن في السودان شيء، وفي إثيوبيا شيء، وأوضاع اللاجئين شيء، والله عشان ما تقنع لاجئ موجود في السودان أو في إثيوبيا أو في اليمن اليوم عشان يعود لإريتريا، الضمانات التي يحتاج إليها نتيجة لممارسة هذه المجموعة الطغمة الحاكمة في أسمرة، يعني الضمانات إلا يحملها أنبياء ومرسلين كده، خليك من مواثيق الدول دي والأمم المتحدة وكل دي لاعيب وكلها وكالات ما تؤتمن ذاته نهاية. لو كان في عدل في هذا العالم في هذه المنظومة ما كان استبد رجل واحد مع مجموعة 5 بتاريخ شعب وثورته ومستقبل بلاده وأمته. ليس هنالك عدل في هذا العالم، كل دي شعارات مرفوعة ساكت ووكالات يعني. لكن الإنسان الإريتري الموجود في المهاجر وفي دول الشتات، والذي يعني يدفع بنفسه يرمي بنفسه في البحار والصحارى والتجار بالبشر، وهم الذين يعملون بذلك، الآن ليثق في هذه المجموعة ويقول خلاص، والله يحتاج إلى معجزة إلهية ويجوه الضامنين الأنبياء والمرسلين، ودي مستحيلة طبعا. من الذي يثق اليوم عشان ما يرجع كلاجئ ويستقر؟ فهذه الحقائق المرة عزيز المشاهد وعزيز المشاهد. سادسا، أسمح بحركة المال والأعمال والتجار. إريتريا هذه كان فيها مجموعة من تجار إريتريين، جزء منهم عرفناهم وجزء منهم ما كنا بنعرفهم، لكن بحكم العمل الإعلامي على الأقل يعني نسبة كبيرة
أو حركة المال اللي كانت موجودة والتجارة والأعمال في إريتريا كانت يعني كانت طفرة، كانت في بشائر، إلى درجة نحن في صوت الجماهير الإريترية في يوم من الأيام كنا عملنا برنامج اسمه المال والأعمال. تخيل يعني لما يكون في برنامج اسمه المال والأعمال في إذاعة مملوكة للدولة، معناه هناك في مال وأعمال وفي حركة تجارية. اليوم مش عشان نقول مال وأعمال، يعني البلد ماشي كيف ما يعرفها إلا الله، ولأنه في حالة بتاع انتقام وحالة سادية تمارس كل أنواع القهر، والناس ماشية أحياء وأموات، أحياء هم كالأموات، هم أموات كالأحياء. وبالتالي اليوم عشان ما تقنع رجل الأعمال ويجيك بناس جو بملايين، وفعلا هو عملوا ناس ملايين كمان يعني داخل البلد. أنا واحد كان يحكي لي من واحد من أصدقائي كان شغال في أعمال يعني عمل خاص يعني، والله قال لي كثرة ما كان الخير موجود ما نعرف دخلنا اليوم كم زاد الأرباح، يعني ما نعرف ذاته. حاولنا في البداية نجمعها كذا، اليوم دخلتها 20-30 ألف وبتاع، بعدين قال لي ما شاء الله زادت وبتاع، ما نعرف دخلنا كم، إلى درجة ما قادرين نعد. يعني هذا المستثمر مع آلاف من المستثمرين عايش في الخارج مع الأسف الشديد وقاعد، ده غير الناس المستثمرين الأحرار المستثمرين بأموالهم وهناي، ده غير الناس اللي صفوهم تصفية تصفية بدم بارد وما في زول يتكلم، صفوهم لأنه طمعوا في استثماراتهم وهكذا وبتاع، وقضوا نحبهم شهداء في سياسة العربدة والهيمنة. ده غير أنه المستثمرين اللي كان يجوا بخطط ويقول لك قدم لنا البروبوزل حقك دراسة الجدوى، وزي ما حدثونا كتار من زملائنا والناس اللي كنا شغالين معاهم داخل البلد ونعرفهم سفراء ووزراء وكذا بتاع، يقول إنه مهمة بالذات السفراء في الخارج مهمتهم كانت مهمة واحدة، مهمتين، مهمتهم واحدة التجسس على الجاليات الموجودة ورفع تقارير، هذه معروفة كده. الشيء الثاني أي زول يتقدم بدراسة جدوى لإنشاء مشروع داخل البلد أخذ منه كوبي وتعلينا بعد أسبوع أسبوعين نقول له كده لسه عبتاع ونديه الرسالة، نديه هناي والكوبي طوال يمشي إلى بتاعت الماكرو بوليسي ولا وزارة الاستثمار ولا وزارة التجارة وبتاع، وتنهب الأفكار بدون أي رقابة للكوبي رايتر بيسموه ده الملكية الفكرية والملكية التجارية. هذه عربدة بتاعت مجموعة وظلت تمارس هذه العربدة في كل النواحي الحياة، ده نحن قاعد نتكلم في التجارة. فمن هو الذي يأتيك اليوم بعد أن مارست معاه كل أنواع السلب والنهب والإرهاب يجيك اليوم عشان يدفق أمواله تانية؟ من الذي يأتيك؟ والله أنا أتحدى واحد يثبت لي واحد بس، نفر واحد يطلع ويقول هناك مستثمرين إريتريين الآن في إريتريا ويدينا 10 مستثمرين. إثيوبيا دي قاعد تشهد حروب بينية فيما بينهم، يعني المستثمرين العرب بس الموجودين اللي إريتريا أقرب ليهم من إثيوبيا، يعني حدث ولا حرج بالآلاف من دولة واحدة كمان، السعودية والكويت وغيرها، ده غير الاستثمار الصيني والاستثمار اللي الليلة في شركات نهب وفي شركات بتعمل حتى لو كانت بأسماء منظمات وكذا بتنهب خيرة البلد مع المجموعة الحرامية الشفتة دين الموجودين في البلد ليس إلا. فمن هو المستثمر؟ أيوة أطلع لنا واحد كده يقول لنا في 10 مستثمرين إريتريين، والله نديه جائزة زاد. يقول المستثمر الفلاني فلان فلان في الفترة اللي كنا فيها نحن قبل بداية الحرب بتاعت بادمة وغيرها والمستنقع الآسي الذي أوقع فيه البلد الفرعون وزبانيته، يعني مستثمرين إريتريين تعدهم ولا يحصى عددهم زاد في كل مرافق الحياة، في الصناعة، في التجارة، الصناعة بأنواع، في الأخشاب، في الحديد، في الألمونيوم، في الفايبر كلاس،
كل أنواع الصناعات. إريتريا أصلاً هي يعني البيئة الصناعية كانت موجودة فيها من العهد الإيطالي وهكذا. اليوم نتحدى لو في مصنع واحد إريتري شغال. سيبك من البالونات في تي في إيري وغيره وغيره والدعايات اللي بيطلع بها وما يسمى وزير الإعلام اللي دخل الوزارة في 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 جيبه. سيبك من البالونات والأكاذيب والتلفيقات وما يروج لها البعض بأن إريتريا فيها تنمية وحتشهد وحتشهد. ما في أي استثمار. العاصمة أسمرة يعني غرق في ظلام دامس ومجاعة وما في موية وهكذا يعني تستمر لأيام. اتصلوا بالبلد عشان تعرفوا الحقائق. ولذلك من هو المستثمر الذي يأتيك اليوم عشان ما تاني تضحك عليه؟ وفي ناس طبعا يعني زي ما قلنا ليكم يعني في ناس طلعوا بجلتهم يعني مستثمرين كبار أعلنوا فلسهم في دول الجوار وغيره. فنمر سبعة كمان أو سابعا أفتح المنابر الدينية والمنابر الفكرية لرجال الدين مسيحي مسلمين. هل تسمح لهم أن يدخلوا اليوم ويقولوا قال الله وقال رسول الله في الإسلام وفي ورجل الكنيسة يستطيع أن يقول ده ما أمر به الدين المسيحي أو الطائفة الفلانية؟ تستطيع اليوم؟ أطلق سراح آلاف المعتقلين من قادة الرأي والتنوير الإسلامي الموجودين وأطلق عشرات المعتقلين في سجون هذا الاحتلال من المسلمين والمسيحيين دون ذكر أسماء. أطلق سراح هؤلاء ضمن إطلاق السراح ثم أسمح وأدي الأمان إنه رجل الدين يجي ويقول ده حلال وده حرام ويأمر بالحسنى. ما حيتكلم معاك في السياسة حقك ومن حقه حتى لو تتكلم معاك في السياسة فيقول لك يا أخي الدين يحرم هذا ويحلل هذا. أسمح. فهل تسمح هذه المجموعة لرجال الدين أن يأتوا ويتحدثوا بأمر الدين كما أمر به الدين الإسلامي والمسيحي عملياً؟ أنا قاعد أتكلم إنه لما نشوف ده على أرض الواقع الشعارات والبالونات المرفوعة اليوم تكون لها منطقية وموضوعية في الحديث يعني. أسمح ثامناً فلتسمح هذه الطعمة الحاكمة أن تعود الكفاءات الأكاديمية العلمية الموجودة في الخارج وجزء منا عاطل ما شغال وجزء منا قاعد يساهم في رفع وعي وفكر وتنوير مجتمع آخر. أسمح لحملة الرسائل ودرجات الدكتوراه والأستاذية وماجستير الموجودين في بقاع الدنيا الذين تفرقوا كما يتفرق الطير يعني فقط لأنه خلاص يعني ضاغت بهم الدنيا. وبعدين حتى لو سمحت أين الجامعات وأين الكليات العلمية التي تستوعب هذا العقل عشان ما يشارك؟ يعني هذه المجموعة الحاكمة مارست كل أنواع القهر والاستعمار والإذلال حتى للذين يحملون العلم. تخيل دكتور أنت تجرده من كل حاجاته تأخذ منه جوازه تأخذ منه شهاداته العلمية سواء كان أنت ابتعدته ولا غير هو كان أصلاً مؤهل أكاديمياً قبل ما تدخل أنت أسمر 91 تجرده من كل شهاداته دي وتقيده وتعمل عليه مسؤول جاهل لا يعلم شيء ثم تقضي على الجامعة الوحيدة اللي كانت موجودة في البلد جامعة أسمر وين كانت تحاول أن تحيها بالكونفوشوسية وما إلى ذلك وما عارف بوشكين والكلام الفارغ اللي بتعمل فيه المجموعة. فهل تسمح هذه المجموعة الحاكمة بعودة العقول الأكاديمية المستنيرة لكي تنور هذا الشعب وتقول له ثور من أجل حقك وهكذا؟ هل تسمح بذلك؟ والله كمية من الأشياء. وهل تسمح للشباب أن يكون الشاب حر؟ ودي خدتها في رقم 10 أن يكون الشاب حر يؤدي خدمة الوطنية كما يؤدي أي إنسان في الدنيا دي ثم ينطلق إلى حياته تكفل
خدمة العبودية المطلقة دي تحت الذرايع نحن مهددون وما إلى ذلك. والآن البالون الموجودة إنه مجموعة الوياني ومجموع المشروع بتاع تجراي وحيبتلع إريتريا وبتاع، والله هذه بقت لا تنطلي حتى على الأطفال إلا لمن أراد أن يعني يمرر عنده حاجاته. بس يعني أنا ما داري أتكلم في مجموعة ويانا تجراي، ويانا تجراي سواء كانت قوية أم ضعفت أم هنا الدشان إثيوبي لا يعنينا في شيء، لكن قناعة مني ومتابعة إنه الآن يعني أول النظر إلى ويانا تجراي خارج منظومة إثيوبيا هذا فكر معوج من أساسه. فانظر إلى مجموعة تجراي داخل المنظومة الإثيوبية، المنظومة الإثيوبية كلها عندها أطماع في إريتريا؟ نعم عندها أطماع، لكن ما تجتزي حتى جزء معين عشان تضيع وتؤمن ببعض وتكفر ببعض. أنت تجرم مجموعة تجراي وتصالح مجموعة أديس، وكأن مجموعة أديس ما عندها مشكلة، ما عندها أطماع، ما عندها استعمار، ما عندها أي حاجة أبدا. هذا كلام سخيف لا يقبل العقل، والناس يروجوا ليه وكيف أنا ما قادر أفهم. مجموعة إثيوبيا كلها ككتلة استعمارية، دولة قديمة نعم عندها أطماع وستظل عندها أطماع طالما هي دولة مغلقة وعندها مشاكل وعندها تاريخ وعندها حلم وخيال قديم لن يهدأ لها بال إلا أن تعود إلى نظرة الاستعمارية لإريتريا. هذا قائم وهذا بحد ذاته تحدي، وينبغي أن تصان حدودك وسيادتك من خلال مؤسسة بتاع الدولة. وجود مؤسسة دولة قاعدة بتعمل وفق قوانين ومصالح، هذه واحدة. حاجة تانية، عشان انت تخدت لي مجموعة تجراي هي مهدد وكده بتاع وتمسك هؤلاء الشباب ومحرقة في الحرب إلى ما لا نهاية، فالجانب العملي أطلق سراح هؤلاء الشباب، خليهم أحرار ينطلقوا إلى حياتهم الزوجية والتجارية والتعليمية ويشوفوا الدنيا. يا أخي يا خليل شاب لو قلت له دار تطلع يعني يحتفل ذاته، يحتفل يحتفل. لما أقول نحن حتى لما كنا موظفين لما دار يكلفوك لمهمة عمل، بالله تخيل الكلام ده قبل 15-16 سنة، يقول لك فلان أيوه أنت ماشي مهمة عمل، والله تكاد تعمل احتفال بأمانة. يعني شوف أنت، خلينا نتكلم بصراحة يعني، لأنك أنت أنت عايش في سجن كبير، وطن وأحلام وخيال وده كله موجود. أصلا لو ما الوطن ما كان جينا أصلا، لو ما والوطن ده من حقك أنت يكون عندك وطنك وتحلم به ويكون عندك فيه الأماني والأحلام والطموحات والتاريخ وهكذا، ده ما حقك أنت كمواطن يعني. لكن نتيجة مش يكفي أنك أنت تعيش في وطنك، حكاية أنك بس أنت تعيش في وطنك كفاية دي برضو بالمناسبة مسألة دائرة توقف. يعني الوطن بالنسبة للإنسان لما تعيش في وطنك وتلاقي فيه كرامتك وحريتك وإنسانيتك وتمارس فيه حقك الطبيعي، تاجر، متعلم، مثقف، موظف، رجل دين، لاعب كورة، شاب، محامي، أيا كان تلاقي فيه نفسك، يكون عندك إشباعاتك. لما ما تكون أنت لما ما يكون عندك إشباعات ومحروم، ولما يقول لك داخل أنت عندك سفرية، قلت لكم نحن من يقول لنا مسافر وين؟ السودان ولا السعودية ولا ليبيا وبتاع، تكاد تعمل احتفال يعني. أول أنت تحتفل مع نفسك، تقول يا أخي أوكي حاطلع، لأنه حتشوف حاجة تانية، حترتاح من القهر ومن الإزلال الموجود فيه. وأنا يعني أزعم فأقول يكون غير صادق مع نفسه، حتى لو كنت تحقق حاجات على المستوى المهني، على المستوى العملي، يعني المستوى الراتب والوظيفة ده ما في حاجة، لكن أنت مقتنع أنك أنت تعيش في بلدك وكده بتاع. حتى رغم كل هذا من يقول لك أنا كنت يعني مبسوط 100%، أنا أظن هذه ليست لحظة بتاع صدق مع النفس، ولو كنا هكذا ما كان طلعنا. وعزيز المشاهد أنت الذي تشاهد اليوم بالآلاف لم يكن مليون، أنت طلعت واسأل نفسك هل كنت مرتاح؟ لو كنت مرتاح ما كان طلعت. ونحن ما نقول الراحة مش عدم الراتب الكبير والراحة والسيارة والبيت والبتاع، يا أخي الشعب الإريتري ده كله ما عنده بيوشة، بس تكون مرتاح أنت في مكتبك، في وظيفتك، في مسجدك، في معهدك، في كليتك،
في الكنيسة في الجامع في هنا أنت آمن، ما في زول يقول لك تعال يا أخ دايرنا بدون أي حاجة. لا تسأل، لا تقدر تقول له وين الأمر القضائي، موديني وين، أكلم أهلي وأشوف، طيب أكلم ولدي، والله ولدك ممكن يكون موجود معه، ما تقدر تقول له أنا ماشي. أقول له أنت ماشي يا أخي، بيشيلوه من زول زول أخوك عمك صديقك بتاعات، يقول لك تعال، تقول له بالله مع السلامة، بالله في مهانة وفي إذلال أكثر من كده، تعاين له كده. في ناس عاينوا لبعض كده ومشوا خلاص ما رجعوا. يا أخي المدة ما بيشيلك كده ذاته، والعياذ بالله الموت ذاته يجيك بغتة معاك، الموت ده ما خلاص ربنا خلقه كده بغتة، ممكن يجيك في أي لحظة. لكن في الآية برضو في مؤشرات، تعية أمراض يودوك المستشفى بتاعات. أنا ما قاعد أقول إنه ما في موت كده، يعني في بغتة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن برضو في مؤشرات يعني إلا في هذه المجموعة. ولما نشيلوك معناها خلاص غياب ده. فأطلق سراح أولئك. وعشان كده أنا أقول حتى داخل الوطن أنت لما ما تلاقي فيه الراحة النفسية آمن، يعني آمن بس تطلع وتدخل. والله نحن كموظفين كنا نطلع من البيت ومرات ونقول للأهل، نقول لهم يا جماعة إذا ما رجعنا ما خلاص. لا يتخيل تكون عايش كده 24 ساعة إرهاب. نحن شفنا ناس من الوزارة كان يأخذوهم كالمجرمين يعني، وما عندهم أي حاجة، داخل المكتب داخل المكتب داخل الوزارة يجوا اثنين كده يشيلوه. ده شنو ده؟ يشيلوك ما في، ما تقول لهم انتم منو كده بتاع، يقول لك دايرينك يا اخ تعال، بالله عليك الله دي حياة دي. فعشان نقول انه انت صادق، خلي حياة الناس حرة، وما في زول حيجي يزاحمك في حر في سياسة وفي حكمك، ومن حقه لو زاحمك في حكمك وسياسة. برضو هناك كثير من الأشياء ينبغي تعديلها وخدتها على البساط، عشان ما نقول إنه والله مش السياسات التعمل لنا في مكاتب العلاقات العامة الموجودة في الخارج، قنصليات ولا سفارات وكده بتاع، عشان تبتز الناس وتضحك عليهم. أنا الشعب الإريتري أعتقد غير الذين يودون أن يعني دايرين ينوموا على المسألة ويقول لك يا خلاص يا زهجنا ذاتهم ما بعرف حتجينا 200 الحاجات دي، ويروجوا لها سواء كانوا مدفوعين أو متبرعين. وغير ذلك ما أظن المسائل يعني بالشعارات الموجودة برا. فمن في نهاية المطاف لأخونا أسألني السؤال، قال لي أنت بتشوفه كيف يا أخ شريف النداءات دي وكده الموجودة. أيوة قبل ما أخش في الهناية، قبل ما أخش في آخر حاجة، قلت لصديقي أنه يعني بالله في دولة في الدنيا، يعني فقط لأنك أنت أو في مجموعة حاكمة في البلد بعد ما حكمت 30 سنة وقاعد تعمل كل شيء، وطلعتك من بيتك وطلعتك من وظيفتك 30 20 سنة 15 أي حاجة، وأنت ما مطالبة بحاجة، طلعت بس خليت الوظيفة وخليت المعهد حقك وخليت المدرسة وتجارتك هنا، وتم تأمين منزلك ليه ما بعرف شنو، الحكومة محتاجة وغير ذلك وكده بتاع، ورميت في الخارج، عشت هنا وهناك لاجئ مشتت مبهدل من هنا وهناك، حتى حق العودة لو دار ترجع بأي حق، مثلا الحكومة تطالبك أن تكتب خطاب عفو بالتقنية، يقول له تعسى تكتب توقع، بالله في إزلال أكثر من كده؟ في شنو يعني أنت أجرمت في شنو عشان تكتب؟ وأنا إن شاء الله الموضوع ده هعمل له حلقة خاصة بيه. يعني ماذا يعني أن تقول لك سفارة ولا قنصلية أنت دار ترجع بلدك، حتى لو كنت مخاصم ولا كنت مغاضب أي حاجة، يقول لك نايتعسها وقع على خطاب الاعتراف بأنك أنت مجرم وتطلب العفو والمعذرة وتدفع 2%. بالله في إزلال أكثر من كده عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة. أنت يا أخي لو داخل، لو حاربت المجموعة حاكمة يا أخي، إثيوبيا ما عملت كده. إثيوبيا الاستعمارية الناس اللي كانوا يخشوا والدقباء وغيرهم وغيرهم ويرموا سلاحهم ولا يبيعوه للجنود، يدخل خلاص يقول له يا أخي دخلت وخلاص أقعد،
يراقبوك يعملوا لك أي حاجة. لكن أنا في التاريخ ما شهدت إنه إثيوبيا تطلب منك التوقيع على على فورم أو خطاب بتاعت اعتذار وعفو. ناي تعسى تعسى شنو يعني؟ ده برضو يعني غبية ذاته في أسلوب التنفيذ. يعني أنت لما دار تكسب ناس أكسبهم ذاته بذكاء. يعني شو ناسي واحد تاجر ولا رجل أكاديمي بيحمل شهادة علمية أو رجل موظف رجل عنده خبرة في عمل ما وقعد في بلاد أوروبا ولا أمريكا ولا أفريقيا والشرق الأوسط ودار يدخل بلده ويجي يقول لك يا أخي أنا ندمان على أنه طلعته أنت شنو من جنة يعني طلعته يعني؟ ما هو جنته دي الخاتنة ورانا دي جنة أنت كرهت له وخليت جهنم. فمن يكتب لمن؟ أنا في المنطقة أنا أقول هي الجهة دي مفروض تعتذر لك أنت لما تخش تقول لك أوه رجعت لنا يا حبيبنا وحبايبنا تعالوا لنا رجعتوا لنا أيوة والله نحن نعتذر لكم ونديكم رواتبكم اللي كانت معاكم. زول كان موظف 15 سنة عايش برا لأنه لا حتديه معاش لا حتديه بتاعت صحة ولا أي حاجة. أقول له لو في منطق عشان أنت ده شوف لو في أساليب بتاعت جذب وكده بتاع في أساليب كثيرة. يعني لو عنده ذكاء الحكومة دي هسي يا أخوانا أي زول كان موظف في الدولة مثلا يعني ما لو منطق أنت مش دار تكسب ناس تكسبهم حتى لو طلعت من ميزانيتك القعد تنهب في جيوبك ومسجلة بأسماء مجموعات مستعارة ومجموعات ما عندها علاقة بالبلد. يا أخي قول يا أخي نحن عشان نرجع ونكسب الهناي ده حنتبرع ب 10 مليون دولار أمريكي 10 مليون دولار ده حنكسب بيها ناس. قول يا جماعة أي موظف كان موجود وطلع مغاضب زعلان زهجان وكده بتاع استفزوه هنا وهناك وبتاع يرجع البلد يرجع لوظيفته. ماذا نحن قاعد نفكر بتفكير حكومة وليس تفكير عصابة. هيرجع لوظيفته ومن يوم ما خرج شهريا راتبه حيديه حيجيه بأثر رجعي وإذا عنده أي مشكلة أخرى حتحاول الحكومة تحل مشكلته وحيرجع إلى مكانه ومكتبه. يعني على الأقل لو ما كسبت التجار والله يمكن تكسب لك مجموعة من الموظفين القاعدين جزء منهم يشتغل في مكان أحسن لكن أنا الوطن ده ما بفضله على أي حاجة وفي جزء منهم برضو دخل في مجالات تانية ما كان عنده بأي علاقة وفي جزء منهم قاعد ساكت زاد. فحتكسب كم ألف من هؤلاء أرجع لنفس التجار أرجع لرجال الدين أرجع للهناء على الأقل حتكسب من العدد الخرج ده. وأنا أزعم فأقول مثلا قريب ربع مليون بس يكون طلع من البلد ربع ما يديد كمان يعني ما فيها مبالغات مثلا لكن قريبا نصف مليون طلع من البلد لأسباب مختلفة أعلاها إنه عدم الاطمئنان على نفسه وحياته كفرد وكأسرة وأدناها إنه يعني كفاية مذلة ومهانة أو ما قدر يعيش ما قدر يعيش الحياة البسيطة يخشى همبان بس دار يعيش بها ما لقاها. الناس ما طلعت عشان يعني وكانت راضية الناس بأي حاجة. فإنت النص مليون ديل لو رجعوا لك منهم 200 ألف 150 ألف ورجعوا إلى مواقعهم قالوا كداك أطلق بعدين أطلق بالوناتك دي قول يا جماعة ها دخل الناس السياسيين البارزين اللي بيتحدثوا ويتكلموا كده بتاع قول لهم تعالوا كونوا حزابكم. طبعا احنا قاعد نتكلم في مستحيلات مع هذه المجموعة لكن مع دول بالمناسبة بتعملها. يعني على سبيل المثال جون جراندي مابيور القائد الراحل يعني حارب حكومة السودان قبل الانفصال حارب حكومة السودان حرب يعني حرب ما خلى حاجة. السودان ده كان ينزف ملايين الدولارات يوميا تقريبا 5 مليون دولار ولا حاجة فاتورة الحرب اليومية لسنوات. قعدت معه الحكومة قعدت معه الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي السوداني وفاوضوا لحد ما دخل الجنوب مع الأسف الشديد في الانفصال وهكذا. زول كان يحارب وقعد وسلم عليه
والله أنا أتحدى رأس الحكومة اليوم، رأس الحكومة يمد إيده على واحد على على يعني كادر من كوادر التنظيمات. ما عيب يعني نحن في السياسة قاعد نتكلم في السياسة وليس في الدين. يعني رأس المجموعة الحاكمة السياس خليه يسلم على واحد قائد ويقول له يا أخي عفى الله عما سلف، تعال أقعد، حتكون رسالة. لكن إذا كان رأس الدولة ده رأس المجموعة العصبة وللعنة الحاكمة، حتى ما يتنازل عن 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 يعني عن تخريفاته وعن كبرياؤه في 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 العهر وفي الدكتاتورية والسيادية، يعني حتى في مقابلاته اللي بيعملها، يعني صحيح مقابلاته من الناحية التنظيرية السياسية وبتاع كلام مقنع، يعني كلام مقنع، خاصة المقابلة الأخيرة اللي عملها. أنا عفوا عزيز المشاهد، سألني واحد من الزملاء فقال لي كيف لقيت المقابلة؟ قلت له والله المقابلة دي أنا لأول مرة أتفق مع هذا الدكتاتور المستعمر المحتل بنسبة 95%. طيب قال لي ما بتاع، لكن قلت له نقلبها بس على الواقع الإريتري، زول كاذب منظر يعني ما عنده أي حاجة صفر، بدليل أنه هو بيقول عندنا حاجة ما عندنا، عندنا بتاع ما عندنا، انت قال له يلا في حاجة ما في. طيب أنت بتحكم شنو يعني؟ وبالتالي يعني حتى هو ما قادر ينزل من هذا البرج العالي الموجود فيه، ولم يعني يتجاسر على الأقل كده يطلع من الحاجات دي ويغير. فلنتخيل يا أخي غير خطابك، ساكت كده بس يتكلم مرة كده، يعني الإنسان حر يتكلم بلغته الدائرة هو بتاع زي ما هسي قاعد أتكلم أنا بالعرب، لكن أنت قائد للدولة يعني في أطار الحاجات الدائرة تضحك عليها على الشعب، خليها كده مقبولة مبلوعة يعني. ياخد تكلم بالتقريت يعني، كده العربي ده عندك معاه مشكلة يعني، تكلم بالتقريت يعني، ويتكلم التقريت مثلا يعني، أو تكلم بالعرب في يوم من الأيام، أعمل حاجات كده عشان يقولوا يا أخي والله فعلا الجماعة يا أخي مع كلامك ده. أطلق صراح مجموعة رمزية كده، فكها فكها للإطلاق اللي كنا نقوله، البند الأول اللي خطيته للمصداقية هو إطلاق صراح المعتقلين السياسيين وغيرهم الذين اعتقلوا بلا ذنب وبلا جرم. ففي بشريات كده بتكون موجودة على أرض الواقع، بعدين أبني عليها حاجاتك، لكن أنت تمارس كل هذا وأكثر وتقوم تفك لنا بالوناتك. وهناك من يصدق مع يعني في زمن العجائب يعني. لكن الغالبية أنا في تصوري ما أظن الناس تصدق. فبالله في غباء أكثر من أنه زول داري يجيك تقول له أكتب خطاب الاعتراف بأنك مجرم وارتكبت ذنب وأطلب العفو. تطلب العفو من مين؟ فأنا قلت لو الحكومة عندها ذكاء كان ممكن تعمل حاجات وحاجات، بدل ما تعمل لنا وحدي عايشة في وين هنا وتديها قطعة أرض وكده بتاع، من حقها هي إذا دارينا وما قطعة أرض ما دايرة منك، هي بتشتريها بقروش يعني. زي أي زول اليوم عايش برا لو دار يشتري قطعة أرض بقروشه ممكن يشتري بقروش، لكن ما يأمن بكرة بعد بكرة تشيله زي ما أخذت الحاجات اللي هفتها من الأمم الموجودة في الخارج. واحدة من الحاجات دي رجع الأمانات لناسها، البوندات اللي دخلت فيها الخزينة بتاعت الأفراد باسم الدولة، ملايين دخلت تحت إنه اشتروا بوندات وبعدين حنديكم نحن بيوت جاهزة. هذه رجعها كمان عشان الناس تقول والله رجعت. لأول مرة في الحياة في التاريخ أنا أسمع مجموعة حاكمة باسم الدولة تقول لك يا أخي ليك ليك، دي بالنسبة لغة اللغة القمرجية يعني. لما تلعب مع زول وتكون أنت هو أنت تركز وهو يركز وكده بتاع، ويقوم يأكلك وبتاع، في النهاية تقول له يا أخي نلعب بتاع هنا، فيقول لك ركز عشان أدفع عشان ألعب معك، فتقول له حديك بعدين بتاع، وفي النهاية تقول له ليك ليك يعني تقود زي ما يقولوا بالتقرير يعني. فأول حكومة في الدنيا حسب معرفتي أنا تقول لشعب في كثير من بلاد العالم اللي لهفت منهم الدولارات، قالت لهم ليكم فرجع ليك دي عشان الناس تثق فيك شوية، بالوناتك دي تكون منطقية يعني. قاعد تروج لها إنه خلاص والدنيا وانفتاح وجنة قادمة والوعد والقادم أجمل وهكذا يعني، مع الاحترام الشديد للآراء التي تقول. والله في كمية من الحاجات
تستفزك ذاته عشان إنه كيف يعني وصلت الدرجة والغباء بهذه المجموعة إنه تطلق مثل هذه الأشياء للشعب. أنا في تقديري، في تقدير عزيزي المشاهد، لو في أي مجموعة حاكمة أيا كانت ديكتاتورية تقول يا جماعة يا أخي نحترم شوية الشعب ده، فأنا ما شفت مجموعة تستحقر شعب بهذا الشكل. يعني مع كل جرائم الموجودة حتى لما داير تجيبك أو تعمل حاجات تمارس فيك غباء مركب أو احتلال مركب أو استعمار مركب أو حقد مركب أو سادية مركبة. أنا ما أنا كان وأنا في تقديري كان أفضل لي أنه تسكت يعني بدل تروج مثل ذلك. المهم أرجع في النهاية وطولنا في الحديث عزيز المشاهد، فلأخي العزيز قلت له شوف هو اقتنع بالكلام، وديته عناوين من الذي يتحدث عنه الآن، أديته حاجتين ثلاثة أربعة بس، احنا وصلنا إلى 11 ولا 10 حاجات. وليه بكرة لو تكلمنا إنه ما ينبغي أن تعمله الحكومة عشان الناس تصدقها ما تنتهي المسائل ذات. في النهاية قلت له شوف أنا أقول لك حاجة، أنا بالنسبة لي وقس على ذلك عزيزي المشاهد، إذا كنت رجل مال ورجل أعمال وأكاديمي وأستاذ جامعي وشاب ورجل مهنة وخبرة وصاحب مدرسة وبتاع، قس على ذلك. تلو أنا بالنسبة لي الجانب العملي اللي ممكن أصدق من خلاله أنا كصحفي أمارس هذه المهنة، هل أستطيع أن أجري لقاء مع رأس الفرعون في أسمى وتبث المقابلة في تي في إر وأبثها في إرسات، أنا هناك قاعد هناك وأسأل الأسئلة التي أنا أراها يعني كرجل هو حاكم وأنا كزول صحفي صاحب خبرة ومهنة، أعمل معاه المقابلة دي دون أي ضغط وإكراه، وفي نفس الوقت تبث المقابلة وأرجع وتبث في إرسات على سبيل المثال، وأرجع إلى حيث كنت ما خايف بعد أن أخذ راحتي وجول وأعمل، خليك من الشعب ده والقضايا بس مع الرأس ده، قدرت أعمل معه مقابلة وأرجع شريطة أن أكون أنا في ذات الموقف والمحطة أنا الموجود فيها الآن، بمعنى الذي أقول له هذا محتل. يعني أول سؤال ممكن أسأله لرأس الطومة الحاكمة في أسمرة، السيد الرئيس أنا هقول له ساعتها، هقول له السيد الرئيس السياسة فورقي لماذا كنت رئيسا محتلا لهذا الشعب الإريتري طوال 30 عام؟ ده أول سؤال، لماذا اخترت أن تكون رئيسا محتلا لهذا الشعب المناضل وأنت كنت جزء من هذا النظام؟ لماذا اخترت أن تكون رئيسا محتلا؟ خليه يجاوبني، وفي نفس الوقت ده السؤال رقم واحد. والسؤال الأخير، متى ينتهي هذا الاحتلال؟ متى ستصدر قرار انتهاء الاحتلال للشعب الإريتري؟ ده آخر سؤال، جوا تصور كمية من الأسئلة الممكن تجي، أسأل بهذا الشكل ويجيب ثم أعود إلى مكاني هنا سالما، الوقت ذاك نقول فعلا في إصلاح في إريتريا. ده بالنسبة لي أنا قاعد أقول، لكن ممكن أمشي البلد كمان، ممكن أمشي البلد وأكون غيرت محطتي، وبدل أن يكون السؤال الأول لماذا اخترت أن تكون رئيسا للاحتلال أو رئيس احتلال للشعب الإريتري الذي طرد المستعمر والمحتل من إريتريا سنة 91، طبعا إذا مشيت غيرت محطتي وبقيت من الذين يبشرون بالجنة الموعودة الغائبة والفردوس، غيرت محطتي طبعا سؤالي حيكون مختلف. سيد الرئيس أنا سعيد جدا أن أجري معك هذا اللقاء بعد هذه القطيعة وكذا بتاع، في تصورك إريتريا شهدت إنجازات كثيرة خلال 30 عام، فياريت لو حدثنا عن إنجازات كبرى، وأكبر إنجاز
كان لإريتريا هو أن تكون أنت رئيس لهذا البلد وتحمي سيادة البلد وتحمي أرضها وتاريخها ومستقبلها. شعب الإريتري كان شعب يعني محظوظ إنه أنت تكون رئيس. فحدثني باعتبارك من صان هذا الاستقلال والسيادة، وده أكبر إنجاز حققته لهذا البلد، فحدثني عن كيف تمكنت من صون هذه السيادة وخليت إريتريا أحسن دولة إفريقية ودولة نامية، دولة يعني بتحسد عليها حتى أمريكا. طبعا تخيل عزيز المشاهد، طبعا حيكون ياخذ راحته في الهناء. اذا انا مثلا غيرت من المحطه ديك وحاسال الاسئله دي، قال لي انا بكره بمشي اسمع. وهكذا عزيز المشاهد، اذا دار تغير مواقفك وكده بتاع البلد مفتوحه، والبلد تدفع لمن يبيع يعني وتشتري يبيع يعني، لكن ان تظل انت في محطتك، هذه هي الحقائق المرة. لما قلت لي صديق العزيز، قلت له الحتة اللي قلتها إنه أمشي كده، قال لي والله كلامك صح يعني. فقس عزيزي دي تكون، قلت له قال لي دي الله أعلم مستحيلة، قس على ذلك. وبالتالي قلت له أي زول قاعد يستمع لنا اليوم، قس إذا كنت حتمشي البلد وترجع راجع بنفس الموقف، وليس أن تكون تغير محطتك. أنا آسف على الإطالة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة، وكانت إجابة على ما تروجه بالونات ومكاتب العلاقات العامة في الخارج لما يسمى بالهكدف، من أن البلد مقبلة على إصلاحات وعلى ترتيبات وما إلى ذلك. فلننظر بعمق للمسائل، وآمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج وغيره. تحياتي محدثكم أحمد شريف، مع تحايا الزميل عوض تسفي يونس كداني في الكنترول، وأخونا إدريس أبو هاشم من القسم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.